يلا تكلم، معليش معليش ربي يفرج. تكلم. ملي سكنت هنا كان عندها 3 سنين، طاح في عمرها درك 52 عام، لا زواج لا والو، وشوية مريضة. أنا باش نديها لها عندي، أنا ساكن عند المساب الله غالب، أنا كان المساب راهم يطردو فيا. إي مانيش عارف، رانا نطردو مع السيد الوالي. ودي ما راهش علينا احنا، هي يسترها على اليتيمة هذه، غير يسترها وحقها، هي كمواطنة حقها باش تدي السكن كيفها كيف الناس، هي جزائرية كيفها كيف الناس، ما راهاش جاية من جهة واحدة أخرى. راهم يقولوها الناس الراجل سوا المرأة، راهم يقولوا لها خرجي. أنا قلت لها دروك مين تخرجي، وين تروحي؟ وين تمشي؟ وين تمشي؟ هما راهم كيما أنا عندي بيت وكوزين. وخير أنت تدي صديقة دار هديقة، ما عندك تعطينا نتحرك لنا فين خو تاني يبدا الاخرين كيف شكون يقضي في هذا الوقت؟ انا ساكن عند الانساب، انا ثاني ساكن عند الانساب. شوفوا هاد الكارثة، شوفوا هاد الحالة، شوفوا هاد الحالة المزرية اللي راه يعيشها المواطن الجزائري. حرام عليكم، حرام على الناس اللي راهم عايشين في الفيلات وعايشين في الحالات كي دايرين. وشوفوا الناس، شوف المواطن الجزائري وين راه يسكن، وما كاش المصيبة اللي ما كاش اللي يسمع له، ما كاش اللي يعرف الناس كيفاش راهم عايشين. علاش هاد الغبينة؟ واحد عنده زوج يزيدوا له، واحد مسكين ما عندهش. حنا ماذا بينا يا والي ولاية تلمسان، يا والي ولاية تلمسان، إذا راك تشوف، شوف فينا، شوف هاد الحالة هادي اللي راه عايشتها هاد اليتيمة هادي اللي راها تحت المسؤولية تاعك انت. ها هي الحالة، الحالة اللي راها عايشتها هنا هادي. هادي حالة، هادي عيشة اللي راه عايشها المواطن في هاد في سنة 2016. هذه هي الحالة، والناس المسؤولين هادو يقدروا يرقدوا ويحطوا رصانهم ويرقدوا، يرقدوا هانين وهم مسؤولين أمام الله. كيفاش غادي تجاوبه ربي؟ كيفاش غادي تقول له يوم القيامة؟ كيفاش تقول له كانوا الشعب تاعي كان يرقد في البروج المشيدة، ولا كانوا مغبونين وانت مسؤول عليها، تتحاسب عليها يوم القيامة. يا والله وما تمد حق اليتيم وحق المسكين، يا والله غير تحاسب عليها اليوم قبل الاخر. انا ماذا بيا تقول لنا كلمه اخيره في هذه الحاله هذه؟ بسم الله كلمه اخيره، نتمنى ان شاء الله سيد الوالي يعاوني، صحيح يعاوني في كلش، يعاوني في السكنه، يعاوني في كلش. درنا عندي حد، عندي ربي سبحانه، والله يجعل ربي يفرج على الضعفاء والمساكين. انا وجهتها ربي، وجهت لهني ويعاوني وسهل. هذه هي ان شاء الله الرساله تكون وصلت الى سيد والي ولايه تلمسان، والى رئيس دائره تلمسان، والى رئيس بلديه تلمسان. ماذا بينا تشوفوا لهذه الحاله، وهذه الحاله راها خاصه، ما جيناش نصوروا غير هكاك. هذه حاله وروح، وتقدروا تجي في اي لحظه في اي وقت بحي الصبانين هنا في وسط مدينه تلمسان. اروحوا شوفوا الحاله بعينكم، وشوفوا الناس كيفاش راها تعاني، وكيفاش الناس راها في 2016 الناس راها عايشه في عيشه دنكه. هذه هي المنزل اللي راها عايشه فيه، هادو السكاني كاع راهم خارجين، كاع مواليها خرجوا وراهم خارجين، بقات الا هاد اليتيمه اللي راها هنا. ماذا بينا يا مسؤولي تلمسان شوفوا الى حاله المواطن المزريه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.